أبدأ من بغداد معك دكتور عدنان. الأزمة قائمة ومستمرة، لكن يبدو هناك محاولات جديدة لطرح الحلول. يبدو بأن هناك مبادرة جديدة، مبادرة البنود الثلاثة التي سيحملها وفد رفيع المستوى لنقاشها مع الصدر. بتصورك هذه المحاولة الجديدة، كيف بالإمكان قراءة فرص نجاحها بالفعل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز ومشاهديك الكرام. يعني اليوم نتكلم عن يعني معطيات إيجابية. هذه المعطيات الإيجابية بدأت بسلسلة من المواقف، ولا زالت هذه المواقف يعني تزداد يوما بعد يوم قوة وتماسكا في مسائل تتعلق بعقد جلسة مجلس النواب أو إجراء الحوارات. المواقف بدأت من خلال لقاء السيد الحلبوسي بالسيد البرزاني، ولقاؤهما الذي تمخض عن نتائج إيجابية باتجاه عقد جلسة مجلس النواب وعقد حوارات مع السيد الصدر. إضافة لذلك أن الإطار أيد هذا البيان وأيضا دعا إلى حوارات مع السيد الصدر وإشراك الجميع في العملية السياسية أو في تشكيل حكومة أو في أي قرار سياسي قادم. إضافة لذلك تقارب الكردي في مسائل تتعلق بترشيح رئيس الجمهورية، والأخبار التي تقول بأن هناك تفاهمات وصلت إلى حد اتخاذ القرار للنزول بمرشح واحد إلى مجلس النواب، إضافة إلى تقديم 182 نائب إلى مقرر البرلمان من أجل عقد جلسة مجلس النواب القادم لمناقشة بعض القوانين المهمة. فإذا نحن أمام معطيات إيجابية، هذه المعطيات الإيجابية لن تتحول إلى اتفاقات، إنما هو جزء من المواقف وجزء من التفاهمات الرئيسية التي تفضي إلى حوار مهم قد يؤدي إلى حل أكبر مما نحن نتوقعه بشكل سريع. فلذلك نحن نقول بأن مجلس النواب سيعقد وبأن الحوار سيجري، وهذا الأمر يعني سيكون متلازم بعضهما بالبعض الآخر. هناك لجنة ثلاثية، هذه اللجنة الثلاثية قيل بأن قد تحولت إلى خماسية للذهاب إلى النجف الأشرف واللقاء بالسيد الصدر من أجل وضع التصورات الكاملة لكيفية أن تدار العملية السياسية في المرحلة القادمة. فإذا نحن بانتظار هذا الموقف، وأيضا بانتظار عقد جلسة مجلس النواب القادم وما سوف تؤول إليه نتائج هذه الجلسة من اتفاقات مهمة بين الأطراف السياسية، خصوصا بين الإطار وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين السيادة وبين الحلفاء الآخرين وبين المكونات الأخرى، التي الآن نحن في صدد الحديث عن كيفية أن تثبت هذه المواقف في دعم الحكومة القادمة، ومن سيكون أو كيف سيدعم هذا الرئيس باتجاه العمل الصحيح. هذا كله مقرون بواقع حقيقي بأن الجميع قد اعترف بأن الدستور والقانون يجب أن يسود المرحلة القادمة، وبأن الحوار يجب أن يكون مهما، وإشراك التيار الصدر وإشراك السيد الصدر في هذا الموضوع أمر مهم جدا لنجاح المرحلة القادمة. فبانتظار تحول هذه المعطيات إلى تفاهمات حقيقية واتفاقات لعقد جلسة النواب والاتفاق على شكل الحكومة القادمة، سيكون هناك تطور إيجابي آخر قد يكون خلال الأسبوع القادم.